كابتن، مستمرين مع حضرتك ومعي طبعا واحده من يعني اهم العناصر المتواجده في فريق النادي الاهلي، سهيله وفيق. سهيله، طبعا في البدايه برحب بيكي على شاشه قناه النادي الاهلي، ببارك لك الف مبروك وبقول لك كمان ويلكم باك. الله يبارك فيكي، شكرا قوي. انا حابه ارحب بكابتن هيثم وضيوفه الكرام، يعني بقول لهم هاي. طبعا يا سهيله ببارك لك بالتاكيد، ويعني طبعا منتظرين منك اكتر من كده ان شاء الله بطوله افريقيا الفتره القادمه. بس قبل ما اتكلم معاكي عن بطوله افريقيا، عايزه اتكلم بقى معاكي عن البطوله دي. يمكن طبعا شفنا التوقعات، يمكن كل التوقعات كانت النادي الزمالك في النهائي، شفنا طبعا يعني الحسابات اختلفت خالص، فاحكي لي كده ازاي استعدتوا للمباراه النهارده، مباراه الشمس. هي فعلا الاكسبكتيشن كانت كلها رايحه ان احنا نلعب الزمالك في النهائي، بس احنا برده كنا متوقعين ان ممكن حاجه تحصل، وفعلا اللي احنا توقعناه برده حصل. واحنا استعدنا الشمس كويس قوي، احنا لعبناهم كذا مره كمان وكنا بنكسبهم برده كذا مره، فكان اوريدي عندنا الروح ان احنا نازلين ان شاء الله كسبانين، بس برده ما استهوناش بيهم ولعبنا بروح يعني وبقوه من الاول قوي. الحمد لله. سهيلة، طبعا الجمهور مستني منك اكتر من كده زي ما قلت لك، وبالاخص ان شاء الله في بطوله افريقيا هو البطوله الاصعب والاهم هذا الموسم. كلميني طبعا الاستعدادات بالنسبه للفريق واستعدادات سهيلة وفيق ان شاء الله لبطوله افريقيا. اولا انا حابه اوجه رساله للجمهور، شكرا جدا على دعمكم ليا قبل وبعد الاصابه وفي كل مراحل حياتي هنا في الاهلي وبره وكل حاجه، وان شاء الله يا رب افرحكم في افريقيا والجمهور كله والفرقه كلها تفرحكم في افريقيا. استعدادي للموضوع ده وان انا برجع ستيب باي ستيب في حوار رجلي، لسه مأثر عليا شويه، انا نازله بدري قوي يمكن حوالي 20 يوم عن المفروض ان انا كنت انزل، وبس ان شاء الله خير يعني، وانا هعمل اقصى حاجه اقدر اعملها ان شاء الله استعدادا لبطوله افريقيا، وان شاء الله الفرقه برده بتعمل كده ان شاء الله. سهيله، بس طبعا بقى مش عايزين ننسى بقى اهم حاجه يعني الداعم الاول ليكي طبعا مامت سهيله وفيق. طبعا برحب بحضرتك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي وببارك لك مليون مبروك. تحبي تقولي ايه سهيله النهارده؟ ربنا يخليكي. اولا بحب بشكر جمهور الاهلي اللي هو بيحبها وبيدعمها على طول بامانه، هنا وهي في امريكا مش سايبها على طول، بيحبوها وبيسندوها قوي، وهي كمان بتحبهم جدا، بتحب الاهلي. بيتها تاني الاهلي دوت زي ما دايما بتقولوا، بيستضيفوها في قناه الاهلي وبيستضيفوها على سكايب وهي في امريكا ومش سايبينها، وهي بتحبهم، وانا واثقه ان هي تعمل كل اللي في وسعها. والله بتعمل تاهيل جامد جدا، وبتعمل للاصابات تمرين الصبح وبالليل وتاهيل طبي يعني على اعلى مستوى. والله بصراحه مش سايبيني هنا يعني في الاهلي، الاهلي بصراحه مسندينها جامد وفرقتها كلها مسندينها وبتحبها، كابتن ابراهيم متابعها يوم بيوم او ساعه بساعه يعني. فبجد بقول الف مبروك لمجلس الاداره وللاهلي كله وجمهورنا والقناه، بتبذلوا مجهود جميل قوي، وهو ده الاهلي، والحمد لله الكاس والدوري في مكانه الطبيعي. الحمد لله يا حبيبتي، بشكرك جدا طبعا، والف مبروك تاني ليكي وسهيله. ربنا يخليكي. شكرا. ربنا يخليكي. باي باي. باي باي. طبعا زي ما